اهلا بحضراتكم من جديد. برحب بضيف النهارده، يعني اللي انا بعتبره واحد من افضل مدربين حراس مرمى الموجودين في مصر دلوقتي، بيعمل مع منتخب مصر للشباب وبننتظر منه الكثير والكثير خلال الفتره القادمه. كمان واحد من المدربين يعني القلائل في مصر اللي اخذ الشهادات والرخص بتاعته من اوروبا، من المانيا. برحب بضيف ضيفكم الكابتن ايهاب جلال، مدرب حراس مرمى منتخب مصر الشباب وايضا يعني حارس مرمى الاهلي السابق. منورنا يا كابتن ايهاب. الله يخليك كابتن اسامه، وانا سعيد طبعا ان معاك، انت صديق عزيز عليا طبعا، وانا سعيد ان اكون معاك، والف مبروك على البرنامج. طبعا متاخره بس يعني الف مبروك. طمنا بقى دلوقتي، ما شاء الله انت في مهمه جديده، وزي ما انت معودنا دايما في كل مهمه بتتولاها بيبقى في نجاحات وليك بصمه، وبتطلع كمان حراس مرمى مميزين. دلوقتي متولي انت حراسه مرمى منتخب مصر للشباب، تدريب حراس مرمى منتخب مصر للشباب. الحمد لله، يعني ماسك من اول يناير. يعني مهمه طبعا صعبه جدا، مهمه تقيله طبعا. منتخب مصر منتخب طبعا ده احسن المنتخبات في القاره الافريقيه طبعا. فطبعا يعني مسؤوليه كبيره، والحمد لله يعني انا خدت التجربه قبل كده، يعني مش بعيد عليا، لان كنت شغال قبل كده مع كابتن ربيع ياسين في يعني منتخب 93 تقريبا. اللي هو صالح جمعه وربيعه يعني كان منتخب كويس اللي خدنا فيها بطوله افريقيا، بس انا مشيت قبل بطوله افريقيا بشويه، رحت بس اشتغلت معاهم فتره طويله. قعدت فتره طويله، قعدت فتره شويه كده، وبعد كده جالي انبي الفريق الاول، فاضطريت ان انا اروح يعني. فالحمد لله يعني تجربه كانت كويسه، تجربه مختلفه طبعا عن الدرجه الاولى طبعا. انك بتمسك الشباب او الناشئين، بتعلم، لسه بتعلم، ورغم ان برضه في الدرجه الاولى في اوقات كتير جدا برضه بتعلم حراس المرمى الدرجه الاولى يعني. مهم جدا، انا بحب حته التعليم، بحب ان انا اطلع حارس مرمى، احب ان انا اشوف وجوه جديده تلعب، تاخد فرصتها كويس. حد يساعدها، ده كلام كله ده لازم يكون موجود في كمدرب يعني. فالحمد لله يعني صبور شويه في الحته ديت، ولازم يطلع حارس مرمى جيد، والامثله كتير يعني. فقول لنا بقى مين الجهاز الفني لمنتخب مصر اللي موجودين معايا؟ معايا الكابتن محمود جابر المدير الفني. انتوا منتخب مصر 2003 صح؟ للشباب 2003. كابتن محمود جابر مدير فني، كابتن كرم مرسي مدرب عام، الكابتن حمدي حمدان مدرب مساعد، وانا مدرب حراس مرمى. ما شاء الله فيها توزيعه كمان، يعني التوزيعه كويسه يعني تحس ان فيها اهلي وفيها كمان من الصعيد. صحيح. حمدان من اسوان، يعني فيها تنوع كبير. تنوع وكلهم مدربين عاليين يعني، مدربين كويسين، اخلاقهم كويسه جدا. لازم، مهم جدا يا كابتن اسامه وانت تعرف الكلام دوت، انك انت ما بتمسك ناشئين او شباب، لازم يكون الاخلاق اهم من اي حاجه. كويس. لانك انت بتتعامل مع جيل بتعلم قيم كمان، بتعلم قيم، برافو عليك، بتعلم قيم، بتعلم اخلاق، بتعلم اسس، كل ده لازم يكون في موجود بالنسبه للمدربين الشباب او الناشئين. مش اي حد يمسك ناشئين ومش اي حد يمسك شباب، صعبه جدا يعني. انك انت لازم يكون اخلاقك كويسه، لان على فكره اما كنا انا مثلا بروح اعمل تجديد الرخصه في المانيا ولا حاجه، لازم بيطلبوا مني قبل ما احضر تجديد الرخصه بتاعتي، لازم اجيب شهاده من البوليس ان انا معليش اي حاجه. لانك انت ممكن تمسك ناشئين، ممكن تمسك شباب، ممكن تمسك فده ينعكس على اللي طبعا الصغير. فلازم يكون عندك انت اخلاقك كويسه، مع عندك الصحيفه بتاعتك نظيفه، عشان انت هتمسك اولاد يعني. لازم تكون عندك انت اخلاقك كويسه على اساس انك انت تتعامل مع الاولاد دول، فده مهم جدا. اكيد هنتكلم معاك عن الرخص والشهادات اللي انت خدتها في المانيا، وكمان انت اشتغلت هناك في المانيا يعني فتره واكتسبت فيها خبرات. عايز ارجع لمنتخب مصر، منتخب مصر انتوا بداتوا خلاص المعسكرات. بدانا معسكرات مفتوحه عشان برضو الكورونا والكلام اللي احنا فيه دوت. عملنا حوالي معسكرين. شفنا طبعا يعني ولاد كتير جدا جدا من كل جميع انديه مصر، حتى مراكز الشباب شفناها. يعني انت النهارده بتقول منتخب مصر مفتوح للجميع. مفتوح للجميع، مش اهلي وزمالك زي زمان زي ما كان بيتقال. لا خالص خالص، وعلى فكره في اولاد كويسه جدا في كويس. في الانديه اللي هي في المحافظات، في النجوع، في مراكز الشباب يعني. احنا بنشوف يعني، كنا في اسكندريه من 3-4 ايام، كنا بنشوف منتخب كفر الشيخ، منتخب اسكندريه، منتخب بورسعيد، يعني حتى خدنا اولاد من انديه درجه رابعه. كان في منتخب بورسعيد او منتخب كفر الشيخ. فشفت انا حارس مرمى مثلا في مركز شباب دسوق،
يعني انت ممكن تشوف ما برضو الناس لازم تاخد فرصها. انتوا اللي بتسافروا يا كابتن هاني؟ والله احنا اللي بنسافر دلوقتي، يعني احنا اللي بنسافر بنشوف مثلا المنطقه مثلا عامله منتخب مثلا في الحته الفلانيه في اسكندريه في اي حته، فبنسافر نشوف الماتشات دي كلها بدل ما نجيب احنا الاولاد كلهم وتكلفه عليهم او كده، وبرده القعده والاقامه والكلام ده كله عشان الكورونا ما ينفعش ان احنا نعمل الكلام ده كله. فطبعا اتحاد الكره شاكر طبعا ان احنا بيدينا الفرصه ان احنا نعمل الكلام ده كله. بنشوف ناس كويسه، بنشوف كل والله بنشوف كل الانديه، بنشوف مراكز الشباب، كل دي لازم يعني لازم نشوفها على اساس ان كل واحد يبقى واخد فرصته كامله، عشان ما يقولش ان احنا انتوا ما بتشوفوناش، احنا ما بنعملش، احنا ما بنروحش، انما احنا بنروح ونشوف كل حاجه. الدوري كان توقف خلال الفتره السابقه، هيرجع تاني يستأنف على اول ابريل، اكيد دي فرصه كويسه انكم تتابعوه تاني وتشوفوا بقى الانديه يعني واللعيبه بشكل اكبر. يعني بص يا كابتن اسامه، طبعا لما الدوري توقف حصل حته بعد شويه، انما الدوري بيشتغل بتشوف اكتر الانديه بتشوفها، احنا بنشوف الدرجه الثانيه وبنشوف مش لازم يكون في الدوري الممتاز يعني بنشوف يعني انا قالوا لي في ولد حارس مرمى كويس في ترسانه مثلا، ترسانه بتلعب درجه ثانيه، والله رحت شفته لقيته فعلا جول كويس خدته. فهي دي النقطه، يعني احنا الدوري لما بيشتغل يا كابتن اسامه بيبقى القاعده مفتوحه اكتر، يبقى الـ تقدر تشوف كل حته في مصر، يعني تشوف هنا وهنا وهنا. انما لما الدوري اما توقف الايام اللي فاتت دي بقينا نضطر نخاطب المناطق وهم اللي يعملوا لنا الماتشات عشان نروح نشوفها. فطبعا شاكرين طبعا هم ليهم طبعا. انما لما الدوري بيسهل علينا بيسهل علينا تختار. طب قول لنا بقى، وانت بتقول لنا دلوقتي رحتوا اسكندريه، رحتوا البحيره، ورحت بسوق، قول لنا بقى في مواهب في حراسه المرمى بالنسبه لمنتخب مصر، في مواهب صاعده خلال السنوات القادمه ولا ايه الاخبار؟ والله يا كابتن اسامه في مواهب كويسه بس كلها بالفطره. يعني لازم يشتغلوا كويس، لازم المدرب يكون اتعلم كويس، يكون المدرب متعلم كويس عشان يعلم الولاد كويس. في مواهب والله انا شفت مواهب كتير جدا، بس للاسف كله يا كابتن اسامه كلهم بالفطره، يعني كلهم كويسين، انما لو اشتغل مع المدرب واشتغل كويس حاجات حراسه المرمى هيبقوا عاليين يعني جدا. يعني انت بتقول الحارس محتاج تاسيس من الاول حقيقة. يعني خامه كويسه بس محتاج لسه شغل. بالظبط كده، محتاج يتصنفر، يعني لازم يتصنفر كويس جدا، لان كل اللي انا شفتهم كويسين وكل حاجه، بس بالفطره اكتر حاجه ليهم عندهم هي الفطره بتاعتهم. هم كويسين بس يعني واحد يعني حارس مرمى كويس بيتمرن كويس هيبقى كويس، حارس مرمى كويس بيتمرن وحش مش هيبقى كويس. طبعا فهو هي المهم كله. انا شفنا يعني شفنا حراس مرمى كويسه جدا، انا يعني انا واخد حوالي بتاع 10 حراس مرمى كويس، بس فيهم طبعا اللي هم الاساس بتاعهم اربعه يمكن او خمسه، والباقي برضو كويسين بس هيجوا واحده واحده. انت لسه عندكم فتره طويله، فتره كبيره لسه هتقدر تختار وتنتقي وتعمل مباريات دوليه، واللعيبه هتكتسب فيها خبرات كبيره. صحيح. طبعا صحيح ان شاء الله. وهي طبعا وكمان في حاجه يا كابتن اسامه عايز اقولها، اللي هم تحت 17 او 18 سنه في تغيرات كتير جدا طبعا. يعني ممكن اللي هو رقم واحد دلوقتي على تصفيات او على الماتشات الرسميه ممكن يكون ده رقم واحد، ده يبقى رقم اربعه طبعا، طبعا. ورقم اربعه هو اللي يبقى رقم واحد. في تغير في المستوى، وانت حضرتك طبعا اعلم بالكلام ده، انك لعبت منتخب ناشئين ولعبت منتخب شباب ولعبت درجه اولى. فكل التغيرات دي بتحصل بالنسبه للسن ده بالذات. فاحنا مش عايزين نستعجل على الناس طبعا. لان انا فعلا ان انا العشر حراس مرمى اللي انا واخدهم دول كلهم كويسين، بس انا طبعا مصنفهم في الوقت اللي انا فيه دلوقتي ده، ممكن السنه الجايه يتغير. يعني انت حضرتك بتقول ان باب المنتخب مفتوح للجميع، ولسه عندكم فتره انتقاء فتره كبيره. كابتن هام عايز ارجعك بقى لورا شويه، نسترجع معاك الذكريات ولحظه بقى. انت من ناشئين الاهلي ولا رحت الاهلي ازاي؟ يعني انا رحت في الاختبارات عادي جدا وانا عندي 10 سنين تقريبا 11 سنه. كان في اولاد عندي من المنطقه اللي انا ساكن فيها قال لك ده في اختبارات في النادي الاهلي. انا ما كنتش اعرف، رحت انا معاهم حوالي بتاع 6 7، انا الوحيد اللي قبلت، هم ما فيش حد فيهم قبل يعني. ف اتقابلت، كان الكابتن مصطفى حسين هو ابو الاشبال والكابتن ناجي خليل. انا فاكر هم اللي اختاروني، ولعبت معاهم سنه مدرسه الكوره. وبعد كده لعبت تدرجت في مرحله الناشئين 13 14. مسكني الكابتن زيزو اول ما بطل مسكني تحت 14 سنه. بعد كده 15 سنه لعبت سنتين، من اول 15 لغايه ال 19 كابتن عادل طعيمه. وانا طبعا بكن له كل التقدير والاحترام، شخصيته المحترمه حقيقه يعني. وعلى فكره هو مش مدرب بس، كمان اب طبعا هايل يعني.
طبعا ربنا يديله الصحه لانه هو فعلا علمنا حاجات كتير جدا. واخر سنه اللي هي ال 21 سنه كان كابتن مختار. في خلال المرحله دي لعبت منتخب الناشئين ومنتخب شباب ومنتخب عسكري وتحت 18 سنه بالظبط في السن اللي هو بتاع الاولاد بتاع المنتخب الشباب ده صعدني الكابتن جوهري والكابتن حازم كرم للدرجه الاولى. كان الكابتن الله يرحمهم الله يرحمهم الاثنين يعني لعبت معاهم صعدت معاهم كان الكابتن ثابت الله يرحمه برده والكابتن اكرامي والكابتن شوبير وتأيدت معاهم درجه افريقيا طبعا بقيت اتمرن فوق وانزل في مرحله الناشئين. شاركت انت او كنت موجود مع الفريق الاول في بطولات افريقيا كتير حضرت انت بطوله 87 صح 87 بالظبط كده بتاع الكابتن خطيب الماتش النهائي في استاد القاهره 2-0 الكابتن خطيب الجون العالمي ده طبعا اللي كنا لابسين فيه اخضر انا كنت احتياطي وكان طبعا 120 الف متفرج في الاستاد يعني حاجه كانت رائعه جدا وكسبنا 2-0 فكان ليا الشرف انا واخد تقريبا بطولتين افريقيا ابطال الدوري وثلاثه كاس ابطال الكاس هي الكونفدراليه دلوقتي وفي طبعا دوري وكاس وافرو اسيويه يعني انا واخد حوالي 13 بطوله مع النادي الاهلي ان شاء الله لا وغير كده يا كابتن اسامه انا لعبت مع جيل بصراحه لن يتكرر في النادي الاهلي قول لنا مين الاسماء يعني لما تبقى مع ثابت وكابتن اكرام كابتن ثابت وكابتن اكرام وشبير طبعا كابتن خطيب يعني لما بتنزل مع كابتن خطيب لا دي حاجه تانية خالص متعه تانية يعني متعه مش انك انت بتلعب مع كابتن خطيب ومزامله في الملعب لا غير انك انت مزامله تعلم منه لا بص يا كابتن اسامه معلش يعني اللي ما لعبش مع الناس دي بصراحه انا مع احترامي للاجيال اللي بعد كده الاجيال برده محترمه جدا واجيال كويسه بس انا بتكلم في الاجيال دي لان ساعتها ما كانش في فلوس الناس دي كانت بتلعب لحب الكوره حب الكوره يعني كان مع كابتن خطيب لما تنزل معاه في الملعب يعني لا شيء تاني خالص خرافه يعني والله يا كابتن اسامه كنت بروح البيت انا ما كنتش مصدق ان انا مع الناس دي بصراحه يعني اقسم لك بالله يعني كنت عندي 18 سنه وكان على ميهوب وربيع ياسين ومحمود صالح احمد صدقي حسام ابراهيم يعني لا ناس كتير جدا يعني كابتن محمد عامر طبعا في اسماء الآخر. اسماء كبيره حاجه لا حاجه أسماء. رائعه جدا رائعه اسامه عرابي يعني ايمن شوقي لا اسامي كبيره وطبعا على راسهم طبعا الناس اللي انا قلتها في الاول ديت لان ده في الكوره كانت حاجه حاجه رائعه شاف الشياكه كان ستايل كويس يعني الشياكه طبعا ولبس زمان ده لا انا كنت يعني في اللبس كنت بلبس كويس يعني احسن من الكوره يعني فالحمد لله لا كانت حاجه ده كان في تقريبا ماتش الاسماعيلي تقريبا في استاد القاهره يعني فلا حاجه يعني بصراحه انا زاملت ناس لغايه النهارده انا بفخر ان انا مع الناس دي بصراحه وانت من الناس المحترمه كتير الله يخليك بعد ما بطلت كوره اتجهت انت بقى سافرت المانيا وبعدت شويه وبدات تحضر انت بقى بطريقه مختلفه انك ترجع تبقى مدرب حراس مرمى دخلت يعني في سكه هي الافضل الدراسات الرخص واتجهت انت لالمانيا كابتن اسامه بعد ما مشيت هنا رحت المانيا لعبت حوالي 7 سنين في لعبت في المانيا 7 سنين لعبت بس في درجه ثالثه محترفين اسمها ريجونال ليجا لان طبعا صعب انك انت كحارس مرمى اجنبي وما بتتكلمش لسه اللغه في الاول وبتاع صعب انك تلعب في صعبه جدا طبعا اتعلمت اللغه والكلام ده كله لعبت حوالي 7 سنين بعد كده قلت عايز ادرب لازم ادرب عشان هناك النظام مختلف شويه عن هنا عشان تدرب لازم تمارس فالنادي اللي انا كنت فيه قالوا لي بعتوا لي جواب للاتحاد الالماني ان انا عايز اعمل رخصه فلازم كنت يدوني فرقه امرنها فكنت امرن فرقه حوالي عندهم 15 سنه وكان عندي ولد بيلعب في دلوقتي بيلعب في ليفركوزن هو كابتن فرقه هما توأم اتنين توأم واحد بيلعب في دورتموند وواحد بيلعب في ليفركوزن ده اللي كان عندي اشتروه ليفركوزن وفضل معاهم دربت سنتين كمدير فني مش مدرب حراس كمدير يعني فني يعني انت ما اشتغلتش مدرب حراس خالص لا خالص دربت سنتين لان حتى الرخصه اللي انت بتاخدها يا كابتن اسامه بتاخدها كمدير فني يعني الحاجات اللي انا بقى عشان انا عايز ابقى مدرب حراس مرمى باخد تخصص تاني خالص فاشتغلت سنتين اشتغلت بعد كده خلصت الرخصه بتاعتي جيت هنا سنه 2004 كابتن احمد ماهر الله يرحمه كان ماسك قطاع الناشئين قدمت له ورقي وكده والحمد لله يعني الرخصه اللي انا اخدتها دي انا اخدت طبعا البي لايسنس حاجه
بتديك خبرات كبيره جدا من غير ما تشتغل حتى. يعني الرخصه اللي انت خدتها دي يا كابتن سامي طبعا تديك حوالي مثلا 15 سنه خبره من غير لسه ما تشتغل. بس انا قلت اخد السلم من اوله امسك ناشئين وامسك شباب وامسك درجه اولى. فده اللي انا تدرجت فيه يعني. طيب عايز اسالك يعني واخد منك الاجابه بعد الفاصل في الظاهره ممكن بنشوفها دلوقتي وخاصه في قطاعات الناشئين، ممكن يكون لعيب مبطل وتاني يوم يمسك فرق ولا معاه رخص ولا معاه شهادات، ايه رايك في الظاهره دي؟ اعرف الرد ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. كابتن هاب كنت بسالك قبل الفاصل عن ظاهره يعني هتلاقيها منتشره في الكره المصريه، النهارده اللاعب بيبطل بالتاني يوم بتلاقيه في التدريب في قطاعات الناشئين ولا في شهادات ولا في رخص، وبقول لك انا بشتغل بالخبرات اللي عندي وانا لاعب. ده ممكن نشوفه بره؟ لا مفيش كده في المانيا. وانت اشتغلت بره في المانيا؟ مفيش كده خالص يا كابتن اسامه. اولا عشان تبطل اللعب غير التدريب خالص. يعني لما تبطل كلاعب انت راجل سوبر ستار مثلا في النادي وتبطل عشان تاخد رخصه التدريب او كده، اللي انت لعبته واللي انت عارفه غير مختلف تماما غير اللي انت بتدرسه. مختلف تماما. يعني انت اما تيجي مثلا تاخد رخصه، انا حسيت ان انا ما لعبتش كوره قبل كده حقيقه، يعني حاجات مختلفه تماما، فيها تكنيك، فيها حاجات كده ملخبطه، حاجات طبيه، حاجات نفسيه، كل الحاجات دي انت ما تعرفهاش كلاعب. انت بتلعب كده. انما ما تيجي تدرس مثلا حاجه نفسي، ايه اللاعب تعرف ازاي الراجل النفسي تعامله ازاي نفسي، لما تعامله بدني تعمل تدريبه ازاي بدنيه. كل ده مهم جدا. قبل المباراه، بعد المباراه، قبل المباراه هتعمل ايه، بعد المختلف، محمل مختلفه، القوه تدي امتى قوه. كل الحاجات دي مثلا بتتمرن مع البراعم، ازاي تعرف تشتغل مع البراعم، هتديله ايه؟ صح. لازم تكون عندك الخلفيه انك تديله البراعم غير الناشئ غير الشباب غير كل ده. وبتختلف على حسب السن. يعني من يوم وانت عندك 17 سنه ممكن تشتغل زي الدرجه الاولى، ماشي مفيش مشكله. انما البراعم لازم تديها حاجات كتير جدا تكنيك، حاجات كتير جدا مهاريه، مش محتاج جري. اذا النهارده انت عايز تقول ان التدريب بقى علم خلاص. علم طبعا. ما ينفعش ان انا ابطل النهارده حتى لو انا سوبر ستار اشتغل مع ناشئ صغير او في الناشئين او حتى في الدرجه الاولى، ما ينفعش. لازم تاخد خبرات، لازم تشتغل كتير، لازم تدرس كويس جدا عشان تقدر تبقى واقف على رجلك كويس. انما كلام كده اي كلام هتبقى على واقف على هاشيه يعني. طبعا مش هتقدر تطلع ناشئ. وبمناسبه وانت بتتكلم كمان عن المهارات، وكنا بنتكلم عن هدف يعني من الاهداف الحلوه، مخرجنا محمد دكروري يعني على طول الهدف معانا. انا كنت احتياطي في المباراه دي، دي المباراه اللي كنت انت موجود مش فيها. ممكن يعني انا والله العظيم يعني في الجون ده احنا مش قادرين نقوم من الفرحه ومن صوت الجماهير. كان بص الجماهير، بص يعني استاد مليان. لا لا حاجه، وكانت حضرتك 100,000 في استاد القاهره. والله يا كابتن انا ما شفت. المشكله كمان ان احنا كنا قاعدين جنب الجون يعني في الدكه اللي هي الناحيه دي. يعني بص يعني كان كابتن خطيب كانت حتى ركبته كانت وجعاه. والله ما قادرين نقوم. حتى اللاعب شفتش، بص الاحتياطي ابتدى يجي امتى؟ يعني كان موضوع صعب جدا، مش قادر تقوم من الفرحه. يعني كان جون من الاجوان. لا وخلي بالك كمان ده يعني القضيه ممكن هتلاقيها في كل اجيال الاهلي. لا لا بالظبط. لا 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 طبعا. خلي بالك النهارده هيكون معانا برضو هدفين مفاجاه في مباراه اهلي وزمالك ناشئين. في مباريات سابقه هتكون مفاجاه، النهارده هنعرضها لحضراتكم هدفين حلوين برضو على طريقه القضية. ممكن بس القضية دي كابتن الخطيب مختلفة تماما. هي والمرسى التونسي من اجمل الاهداف شفتها في حياتي. الجونين بتاع كابتن الخطيب. طيب عايز اكلم حضرتك برضو عن وانت في مشوارك التدريبي، عدى عليك حراس كتير سواء في انديه وفي منتخبات، مين ابرز الحراس اللي تدربوا تحت ايد الكابتن ايهاب جلال؟ بص يا كابتن اسامه، انا بعتز جدا بمحمد الشناوي. محمد الشناوي طبعا. محمد الشناوي انا مرنت حوالي 5 سنين وسنه معاه كان في الحرس، يعني حوالي 6 سنين. حلو قوي ده، انت يعني ليك بصمه برضه على محمد الشناوي. الحمد لله. والشناوي كمان من 5 سنين فين؟ في قطاع الناشئين. في قطاع الناشئين كويس. وسنه في حرس الحدود. حرس الحدود لما مشي من الاهلي راح الجيش، ما كانش بيلعب، خدته انا عندي في حرس الحدود سنه، وكان هايل، كان عمل سنه رائعه. كنا مع كابتن حلمي طولان، وبعديها كنا عايزين نجيبه بس طبعا الجيش عايز فلوس كتير، فراح بتروجيت قعد حوالي سنه برضه، وراح
رجع النادي الاهلي. ده انا بعتز بمحمد الشناوي جدا. احمد عادل عبد المنعم برضو من نفس سن محمد الشناوي، بعتز بيهم جدا. ابو جبل في كان في انبي وانا برضو اللي ملاعبه في انبي. يعني في كده اجيال. انت محمود حمدي بتاع المقاصه، انا برضو ان شاء الله انت ليك بصمه على الحمد لله في الكره المصريه. الحمد لله انا برضو اللي خدته في المنتخب الشباب معايا مع كابتن ربيع. لا لا في ناس انا بعتز بيها، بس يعني اللي بعتز بيه جدا وبحس ان هو يعني قريب جدا ليا محمد الشناوي. يعني طيب ايه اللي اختلف في محمد الشناوي دلوقتي؟ محمد الشناوي يعني ما شاء الله، يعني طلع عرى راح درب تحت ايدك في حرس الحدود وراح بتروجيتو وطلع الجيش وكان عنده اراده ان هو يرجع النادي الاهلي حتى اصبح حارس مرمى مصر في كاس العالم. بص يا كابتن كابتن اسامه، محمد الشناوي من دي طبعا يعني ابرز اللقطات وصدات محمد الشناوي في المباريات. طبعا لا عنده مهاري عالي جدا، تكنيكه حلو جدا، ستايله حلو جدا. بدون قطع كلامك، في حراس مرمى مصنوعين وفي حراس مرمى موهوبين. صحيح. محمد الشناوي ايه؟ لا موهوب. موهوب طبعًا. عنده الموهبه الفطريه من زمان من هو صغير، وتعلم كويس جدا في النادي الاهلي. كويس. يعني المدرب اللي علمه في النادي الاهلي علمه كويس جدا. يعني لما طلع لي انا في المسابقات ما حسيتش بيه في صعوبه معاه في الشغل، هو واحمد عادل للامانه يعني. كويس. الشناوي يعني مر بصعوبات كبيره جدا، مر باخفاقات كثيره جدا، مشوه من النادي، مشي من النادي الاهلي. راح الجيش ما كانش بيلعب خالص. ويعني راح يعني بعد ما مشي من النادي الاهلي ما لعبش خالص، ما لعبش حوالي 3 سنين. شافني قال لي، كنا بنلعب الجيش احنا في ماتش كده ودي، فقال لي يا كابتن ما بلعبش وعايز العب. قلت له طب خلاص يا شناوي، انا ايه هاخدك عندي في حرس، بس هكلم رئيس النادي والمدير الفني لا ده خلي بالك انا عايز اقف عند النقطه دي. يعني انت النهارده دي نقطه ما ينفعش ان احنا نعديها، وهو موجود في طلاع الجيش وما بيشاركش وفي احد المباريات، وانه يتقابل معاك وانت النهارده بتتوسط له عند الاداره في النادي وتاخده معاك ويبدا معاك صفحه جديده من اول خالص. طبعا فدي حاجه تحسب طبعا، دي حاجه يعني يتعلم منها الناشئ، يتعلم منها الناشئ والكبير كمان. ان هو الراجل ده مشي من النادي الاهلي مش عارف يروح فين، مش عارف يعمل ايه، راح الجيش قعد سنتين ما بيلعبش، وكان رقم 3 بعد عماد السيد وبعد بسام، هو رقم 3 ما بيلعبش خالص، حتى الماتش الودي ما لعبوش. فجي خدني على جنب قال لي يا كابتن ما بيلعبش عايز اشارك، وظروفه فعلا كانت وحشه جدا. خدته عندي لعب سنه، قعدنا سنه كويسه جدا. بعديها فتحت معايا يعني الحمد لله يعني. وانا بعتز بالشناوي لان انا بحبه جدا، وهو يعني بتواصل معايا على طول. كويس. فالحمد لله ربنا يكرمه لان هو فعلا يستاهل. طب ايه اللي اختلف في شخصيه الشناوي دلوقتي بعد ما اصبح قائد بال النادي الاهلي؟ واحد يعني من كباتن الفريق، وهو كابتن الفريق دلوقتي. صح مظبوط جدا، وكمان كابتن المنتخب مصر وقائد. هو برضه قائد كويس. هو اللي اختلف من الشناوي لان هو اتربى كويس في النادي الاهلي. وانا برضه انت دايما بتاكد على حته التربيه جوه النادي الاهلي دي. لازم. ده مهم جدا، لان انا كابتن اسامه مرنت في حتت كتير. وشفت الفرق بين النادي الاهلي واي حته تاني بالنسبه للناشئ يعني. بتختلف تماما، مختلفه تماما. النادي الاهلي مختلف تماما عن اي نادي صراحه يعني. اللي انا شفته واللي انا اتعاملت مع الاولاد. فالشناوي اتربى كويس في النادي الاهلي. فبالتالي بالتبعيه حتى لما بياخد منصب قيادي ما بتبقاش بعيده عنه، ما بتبقاش صعبه بالنسبه له. فما الشناوي طول عمره ما كانش كابتن فرقه. بس لما ابتدى يلعب وياخد قياده الفرقه ودرجه اولى النادي الاهلي، درجه اولى ومنتخب مصر، دي شيء كبير جدا وشيء تاني خالص. فاضطر ان هو ياخد القياده، ما بقتش صعبه عليه لان هو متعود على كده، متمرس على كده، متمرس في النادي الاهلي على كده. زي حسام غالي، زي اسامه حسني، زي عماد متعب، زي الناس دي كلها اتربت في النادي الاهلي. ففاهمه يعني ايه النادي الاهلي. طبعا تربيه النادي الاهلي بتبقى غيره يا كابتن. تماما. وانا بصراحه ما بشوف حد من النادي الاهلي، الامور بتبقى سهله جدا بالنسبه لي. طيب شفت الشناوي برضو اتطور الفتره اللي فاتت في ركلات الجزاء، ضربات الجزاء بشكل كبير، يعني نشوف ان بيكسب النادي الاهلي في كاس مصر لما طلع الجيش. طبعا. بنشوفه كمان في المركز الثالث امام بالميراس البرازيلي. حقيقة. هو يعني بعد ربنا سبحانه وتعالى. صحيح. الدور الرئيسي محمد الشناوي. الشناوي بص يا كابتن، كل ده بتيجي من شخصيه الشناوي. شخصيه الشناوي هي كده. الراجل ابتدى ياخد خبره كبيره، الناس بتسنده وهو بيساعد نفسه. ده مهم جدا يا كابتن اسامه. يعني هو بيساعد نفسه والناس بتساعده، ده مهم جدا. عشان كده الولد بيطور من نفسه كبير جدا. الشناوي ابتدى من خبراته وعدد ساعات الكتير اللي لعبها في النادي الاهلي ومنتخب مصر. بتساعده ان هو
خلاص هو مش محتاج ان المدرب يقول له اعمل كذا. طب ايه اللي انت شايفه يا كابتن ابو، انت مدرب كبير، الامور الفنيه اللي اتطور فيها محمد الشناوي خلال الفتره السابقه دي اللي وصلت محمد الشناوي دلوقتي لما اي حد حتى لو حارس مرمى الفريق المنافس ويطلع ويقول يقول لك رقم واحد محمد الشناوي في افريقيا محمد الشناوي، ايه الامور الفنيه اللي وصلته للدرجه دي؟ الامور الفنيه تحت التلات خشبات زي ما بقول. ليه يا كابتن اسامه؟ لان هو اشتغل من هو صغير صح. عارف انت لما بيقول لك مثلا ايه، حافظ على نفسك وانت صغير عشان لما تكبر تبقى عجوز ما تبقاش مشكله بالنسبه لك، فيها صعوبه بالنسبه لك. فهو الشناوي كده اتمرن كويس جدا، موهبه عاليه جدا، تكنيكه كويس جدا، اتمرن بقى على موضوع حراسه المرمى، ازاي يقف، المدربين اللي اشتغلت معاه علمته ازاي يشتغل، ازاي يعمل، ازاي يروح فين، يجي منين، كل ده حاجات بتبقى جوه المخ عند الحارس بتطلع واحده واحده مع الخبرات. يعني الشناوي كل اللي بيعمله دلوقتي بيتمرن كويس، مخزون قديم من مخزون قديم، برافو عليه، مخزون عنده، خبراته مع المخزون ده بتطلع. شاف انت الشناوي دلوقتي؟ طيب عايز اسالك بقى برضو عن واحد من حراس المرمى المميزين في النادي الاهلي، واحد كنت انت دايما لما انا كنت شغال معاك في فريق شباب الاهلي مواليد 97 كنت دايما بتصر ان يكون موجود معاك 97، مصطفى شوبير. صحيح. وهو يعني بيتعرض لحمله انتقادات خلال الفتره دي بسبب انضمام المنتخب الاولمبي. عايز اسالك عن مصطفى شوبير ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. يعني انا صراحه مستمتع بالحوار مع كابتن ايهاب جلال. كابتن ايهاب جلال ما شاء الله يعني تاريخ كبير في تدريب حراس المرمى، وزي ما احنا بنسمع حكاوي لاول مره يعني عن محمد الشناوي وعن دوره كمان ولحظات فارقه في تاريخ محمد الشناوي وقت ما كان بيلعب في طلائع الجيش، وكانت يعني مشاركاته قليله جدا ولعب دور كبير ان هو ينتقل لحرس الحدود، وكانت هي دي البدايه لمحمد الشناوي من حرس الحدود لبتروجيت وعوده مره اخرى للنادي الاهلي. كابتن ايهاب، كنا بنتكلم عن واحد يعني برضو من الحراس المميزين جدا، كنت وانت ماسك حراس مرمى شباب الاهلي مواليد 97 كنت دايما بتصر ان هو يكون موجود معاك ويصعد رغم فرق الثلاث سنين، وثلاث سنين كتير في الناشئين. مصطفى شوبير، شايف مصطفى شوبير ازاي كموهبه؟ وخاصه كمان الناس دايما بتربط مصطفى شوبير بالكابتن شوبير، وبقى في تصفيه حسابات، وتعرض لفتره يعني حمله انتقادات خلال الفتره الاخيره بعد انضمامه للمنتخب الاولمبي، بالرغم ان هو يعني انضم للمنتخب الاولمبي فترات طويله. يعني بص يا كابتن اسامه، انت كنت طبعا معانا انا وانت والكابتن سمير في فرقه الشباب، وكان معايا الغندور تقريبا. كان معايا الغندور، وكنت بصر وانت كنت معايا انت وكابتن سمير ان احنا بنصر ان احنا نجيب مصطفى شوبير يبقى معانا. ليه؟ رغم الفرق ثلاث سنين في الناشئين كتير، انما انا كنت شايف الولد فعلا حارس مرمى جيد. جيد جدا كمان. حمله الانتقادات زي ما حضرتك قلت في الاول، في اول الكلام، ان بيربطوا بينه وبين الكابتن شوبير. انا مش فاهم ليه. يعني الولد جول كويس، حارس مرمى جيد، ايه المشكله لما اتاخد كخامس او رابع في المنتخب الاولمبي؟ ها، انا باخده ليه؟ يعني المدرب بياخده ليه؟ عشان شايف ان ده كان معاه الفتره اللي قبل كده الاولانيه. مزبوط. في التصفيات. دلوقتي في ناس كتير لعبت زي محمد صبحي، زي عجاد، زي رضوان. كل دي لعبت، اوكي حظهم ان هم لعبوا. الراجل ده بيلعب في النادي الاهلي برضو، مشاركاته قليله، انما حارس مرمى جيد. اما انا اخده مع الناس ديت بياخد خبره، بيزداد خبره، وده مهم جدا، ده مهم جدا. بس الناس للاسف اللي مش فنيين او مش في الكوره مش هيفهموا الكلام اللي احنا بنقوله ده. هو بصينا لحته كابتن شوبير، طب ما ارجع لها، هو كان الحارس الثالث في كاس العالم الانديه بالظبط كده. طب ما هو كان في النادي الاهلي رقم ثلاثه مثلا، وقعد كتير جدا، مباريات كتير جدا احتياطي، ولعب ماتش كاس مصر. انا عايز اقول لك ان الولد حاجه ثانيه، يعني الولد بيبقى حريص انه ينزل يلعب برضه مع الناشئين. بالظبط، برافو عليك، برافو عليك، عشان دايما يبقى عنده فورمه مباريات موجوده. برافو عليك، وده حاجه كويسه منه جدا. يعني انا شفته كذا ماتش لعب مع 99 وكان بيلعب وكان بيتمرن في الدرجه الاولى وسافر معاهم كاس عالم ورجع لعب معاهم. يعني انا عايز اقول لك الولد مجتهد جدا، والولد صغير. ايه لازم سيبك من والده دلوقتي او سيبك من اي حد. الولد احنا بنتعامل مع حارس مرمى
كويس، ليه ما يتاخدش؟ ليه الانتقادات كتير جدا عليه؟ ولاد صغير جدا يعني، الواد لسه صغير، بس برغم ان هو صغير عجبني شخصيته، شخصيته كويسه، شخصيته قويه يعني، ما بصش للكلام ده. برافو عليك، شخصيته قويه، والواد عشان كده هو نفع في الدرجه الاولى في النادي الاهلي. انت عارف يا كابتن اسامه، اللي يلعب في الدرجه الاولى في النادي الاهلي لازم يكون عنده شخصيه. طبعا ده مهمه جدا. اللعيب كويس ما عندوش شخصيه، لا يصلح، مش هيكمل. الولد فعلا شخصيته كويسه، متعلم كويس، متربي كويس، ده مهم جدا. وانا قابلت كمان كابتن شوبير زمان قبل حتى الولد بيطلع الدرجه الاولى، واحنا بنلعب مع فرقه الشمس في النادي، قلت له يا كابتن شوبير الولد ابنك جول كويس، اما كنت ماسك 97. قال لي بجد اصل انا مش متابعه. قلت له على فكره هيبقى كويس وهيبقى احسن منك كمان. والله انا قلت كده لشوبير، قلت له الولد كويس جدا واهتم بيه وخلي الناس تهتم بيه لانه فعلا جول كويس. فانا بس مش مع حته الانتقادات وحته المنتخب. على فكره يا جماعه، المنتخب اللي هينقل فرقه المنتخب هو المدرب فقط لا غير، طبعا المدير الفني ومدرب حراس المرمى. فنسيب الناس تشتغل وسيب الناس كلها، وبعد كده نحاسب الناس في الاخر يعني. انما الولد ماشي كويس، الولد ماشي وانا شايف ان هو لما راح المنتخب دي حاجه كويسه من المدير الفني بتاع المنتخب بصراحه. وانا بقول لك في الاخر ملخص الحكايه يعني، برغم الحمله دي لكن بيعجبني دايما بتوقف او بترجع لشخصيه اللاعب. صحيح، لاعب عنده شخصيه فبيقدر يعدي ده كله. برافو عليك. ويبدا يعني ماشي في طريقه. بتتابع دوري الممتاز؟ بتابع طبعا. طب قول لنا كده يعني، مين اللي بيلفت نظر الكابتن ايهاب وانت بتتفرج على مباراه الدوري الممتاز؟ يعني في حراس مرمى كتير جدا انا بيعجبني جدا. محمد صبحي بتاع الاتحاد. حقيقه يعني ولد هايل جدا، وانا اعرفه كمان من هو صغير في ايام بتروجيت. حارس مرمى كويس ومحترم وعنده شخصيه. عنده شخصيه لانه بيلعب برده في الزمالك، راح الزمالك. وبرده يلعب في الزمالك لازم يكون عنده شخصيه. فعجبني جدا. عجبني جاد حارس مرمى امبي محمود جاد. عجبني جدا. يعني الاثنين دول بيعجبوني جدا، وهم الاثنين في منتخب الاولمبي. رضوان برده كان ماشي في الفتره الاخيره، كان كويس جدا عمر رضوان. فاكر انا عمر رضوان لما احنا مسكنا فريق الشباب، هفكرك انا بالموقف ده. مع اول اسبوع في فتره الاعداد وجاله نادي الشرقيه. صحيح. وجالك يا كابتن ايهاب انا جالي نادي الشرقيه، قلت له لا اطلع طبعا وروح اعاره والعب، وانت بتلعب في الدوري الممتاز هتاخد خبرات اكبر. فاكر انا اللقطه دي والموقف ده. اتمرن اسبوع تقريبا او 10 ايام بالظبط. كان هو ناصر ماهر. ناصر ماهر قلنا له كان جاله بتروجيت وقتها وطلع. وسموحه تقريبا. لا كان قبل سموحه، كان على ما اعتقد بتروجيت تقريبا. وكان عمر رضوان كان الشرقيه. الشرقيه بالظبط. والاثنين انت وافقت له على ناصر، وانا وافقت لعمر رضوان. وشوف دلوقتي هم فين يعني. هم دلوقتي عملوا طفره كبيره بالنسبه كمستوى بالنسبه للناس اللي في سنهم يعني. ناصر ماهر من اللعيبه الهايله جدا، وانا بيعجبني جدا. عمر رضوان طبعا ماشي كويس. طبعا الشناوي على راسهم طبعا. يعني في حراس مرمى كويسين، كله كويس يعني، مش وحش يعني. طب انا دلوقتي على الهوا بعتذر لك بعد كام سنه، بعد حوالي 5 6 سنين لما الحكم طردك مكانك. ايوه صح دي. انا بعتذر لك على الهوا. الناس تعرف بقى، قولها انت بقى دي. الواقعه كنا في مباراه في الناشئين، وقت ما كنت انا موجود مع كابتن سمير كمونه في مباراه لشباب الاهلي، كان الكابتن ايهاب جلال ماتش المحله، ماتش المحله ولعب المحله. فجه الحكم حسب علينا ضربه جزاء، فانا من بره اعترضت واتعصبت، شايف ما فيهاش حاجه، فزعقت الحكم، وده كان يعني غير طبعي. الحكم جه جري بسرعه، راح بص للكابتن ايهاب قال له لو سمحت يا كابتن ايهاب اطلع بره. الحكم كان دمه خفيف. الكابتن ايهاب قال له والله ما عملت حاجه وبلبسنا. قال له ده اسامه. قال له ما اسامه صاحبي ما اقدرش اطرده، اتفضل يا كابتن ايهاب بره. فانا بعتذرك. لا حبيبي، لا احنا اخوات، وانت من شخصيتك الجميله يا اسامه، وعايز على قلبي جدا يعني. وطبعا قضينا سنه حلوه جدا مع بعض يعني، الحمد لله. طب يعني عايزين نروح بقى نتكلم عن الاهلي وانجازاته. النادي الاهلي ما شاء الله الفتره طبعًا الاخيره، نهائي افريقيا، كمان كاس عالم الانديه. شاف النادي الاهلي ازاي والانجازات الكرويه دي، وكمان يعني تحقيق مركز زي ثالث العالم؟ بص يا كابتن اسامه، النادي الاهلي المنظومه هي اللي بتعمل كل ده. منظومه النادي الاهلي هي اللي بتعمل الفرق بين اي نادي تاني. اللعيبه كلها واحده طبعا، غير طبعا لعيبه النادي الاهلي لعيبه كبيره ولعيبه محترمه جدا، بس اما بتشتغل في منظومه حلوه، منظومه محترفه، منظومه بتساعدك، انت ما بتحسش باي حاجه. انت فعلا لو انا بشتغل في النادي الاهلي والله بحس ان انا بشتغل محترف فعلا، محترف غير ما تلعب في اي نادي تاني. بترجعني دايما لكلمه الجمهور اللي بسمعها دايما، الكلمه الشهيره الاهلي اداره. حقيقه والله العظيم يا كابتن اسامه، زي ما بقول لك كده، الاداره هي اللي بتعمل الفرق لاي حد.
يعني شوف انت ما بتلعب في النادي الاهلي ما بتحسش ان في مشكله ولا في مدير كره يعمل لك مشكله ولا مدرب ولا لاعب ولا حاجه، كل حاجه ماشيه منظمه جدا من زمان جدا، والاداره هي السبب في الموضوع ده. وانا طبعا بحيي الاداره والناس المسؤوله في النادي الاهلي لانهم موفرين لكل حاجه. التوفير اللي هو اتعمل ده، خدنا بطوله افريقيا، خدنا كاس مصر، خدنا السوبر، خدنا ثالث العالم دوري ودوري عام طبعا. كل ده يعني شوف قبل الدوري ما يخلص او فايلر مشي مثلا، يعني ما حسيتش ان ما حسيتش بحاجه والله. حتى نهاية افريقيا والله، وانا قبل ما يتعاقدوا مع مدرب تاني ولا اي حاجه، انا حاسس ان احنا هناخد البطوله. ليه؟ لان الاداره هي اللي ماشيه بالموضوع ده. وبحيي طبعا الاداره، وبحيي اتنين في الجهاز، كابتن سيد عبد الحفيظ والكابتن سامي قمصان، كان ليهم دور كبير جدا في نهائي افريقيا ونادي الاهلي واللعيبه. وانت بتتكلم عن نهائي افريقيا، تعالى بقى اوريك هدفين حلوين على طريقه القضيه ممكن على يعني اللاعب بلال عطيه، وهو من اللاعبين المميزين. دي مباراه سابقه بين مباراه الاهلي والزمالك في البراعم، تعالوا نشوف مع بعض الهدفين على طريقة القضية ممكن. هدفين ولا اروع، هدفين حلوين جدا. بالمناسبه اللاعب بلال عطيه ده من اللاعبين المميزين جدا في فريق 2008، ومن اللاعبين ان شاء الله اللي هتسمعوهم بعد كده في الفريق الاول. هدفين حلوين، القضيه ممكن موجوده في كل اجيال النادي الاهلي. كابتن ايهاب شرفتنا ونورتنا حبيبي. كابتن سامي اشكرك استمتعت بالحوار معاك. انا اللي كنت سعيد معاك والله. يعني في نهايه حلقتنا النهارده بشكر ضيفي اللي كان مشرفني ومنورني الكابتن ايهاب جلال، نتمنى له ان شاء الله كل التوفيق خلال المهمه القادمه مع منتخب مصر الشباب، وزي ما طلع لنا حراس مرمى مميزين قبل كده قادر ان شاء الله يطلع لنا اجيال وحراس مرمى مميزين. نشوف حضراتكم ان شاء الله الاسبوع اللي جاي في حلقه جديده من الاشبال. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.